ما هو القرين الذي يرافقنا منذ ولادتنا وحتى خروج الروح؟ هل هو من الجن المؤمن أم الكافر؟ هل يتحكم بسلوكنا ويأمرنا بالسوء؟ هل يمكن أن يضر أو يسبب المرض أو الحسد أو وقف الحال؟ هل يمكن أن يربط امرأة عن الزواج؟ وهل يمكن لهذا القرين أن يسلم؟ هذه حقائق مهمة جدا وخطيرة، ينبغي على كل واحد منا أن يعلمها من خلال هذه اللقاءات المهمة إن شاء الله. حتى يتبين لهم أنه الحق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه السلسلة أسميتها القرين على درجة عالية من الأهمية، صدقوني. أحدنا يهتم بلباسه، يهتم بمن يصادق، يهتم بمن يدخل بيته، يهتم بمن يشتري من عنده، يهتم بمن يصادقه أو يتعامل معه، يهتم بكل التفاصيل الدقيقة، إلا كائن من أخطر ما خلق الله وأكثرهم تأثيرا عليك هو القرين. للأسف لا نهتم به ولا نعلم ماذا يفعل، وقد يدمر حياتنا ونحن لا نشعر ولا نعطيه أي أهمية. أيها الأحبة، هذه اللقاءات أنا انطلقت بها استجابة لأمر الله سبحانه وتعالى. القضية ليست حب معلومات أيها الأحبة، ليست لمجرد أن نستمتع بمعلومة أو نبهر بها أو نندهش بها أو نتفاجأ بها أو معلومة جديدة نتعرف عليها، لا، هو أولا عبادة، استجابة لأمر إلهي أمرنا أن نتعرف على هذا القرين. فعل الأمر، قال سبحانه وتعالى: إن الشيطان لكم عدو. ماذا قال أيضا؟ فاتخذوه عدوا. فعل أمر يعني فرض، أفعال الأمر الصادرة من الله هي فريضة أيها الأحبة، ليست أعمال مستحبة أو من أحب أن يفعلها ومن أحب، لا، هي فعل أمر يعني مفروض عليك أن تتخذه عدوا. طيب أنا كيف أتخذ كائنا لا أراه؟ مع العلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لي ولك أخي الحبيب، قال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. تخيل الدم في العروق، الشيطان يجري فيها، الشيطان يتسلل لداخل خلايا دماغك، لداخل خلايا صدرك وقلبك، فيوسوس ويؤز أزاً ويعني ينزغ نزغاً، وسوسة خفية يوسوسها لك هذا الشيطان. الهدف أن يدخلك معه إلى جهنم، لأنه يعلم مصيره المحتوم، وإن جهنم لموعدهم أجمعين. الله وعد الشياطين وسيدهم إبليس بنار جهنم، لا مفر من هذا المصير. فهو يريد أن يأخذ أكبر عدد من الناس معه إلى جهنم بسبب الحقد والغل وبسبب الإضلال والإغواء الذي تعهد به. لذلك أخي الحبيب، لا تقل لي أنا غير مهتم بهذا الموضوع، أنا مؤمن أصلي وأصوم. لا، القرين يبذل جهد مضاعف مع الأتقياء، لذلك ينبغي أن نتعرف على خصائص هذا القرين. لماذا أصلا، لماذا سخره الله؟ لماذا خلقه الله من الأساس؟ يعني كان يكفي أن يخلق البشر متحابين وكل الخير فيهم ويبعد هذا الشيطان، ولكن الله سبحانه وتعالى له حكمة أخي الحبيب، أنه أراد أن يخلق مخلوقا هو أنت أيها الإنسان، وأراد أن يكرمك فيسلمك قيادة هذه الأرض.
إني جاعل في الأرض خليفة. ما معنى خليفة؟ متحكم، متصرف، مسيطر. طيب حتى تستطيع أن تحكم الأرض لابد أن تمتلك حرية القرار، اتخاذ القرار. يعني أنت لا يمكن إذا ذهبت إلى الشركة وخسرت أو فشلت لا يمكن أن تحمل الحارس المسؤولية، ستحمل المدير لأنه هو صاحب القرار، هو اتخذ قرارات خاطئة. لذلك يسأل الملحد لماذا خلق الله الشر؟ لأن الله وضعك في قيادة هذه الأرض وعرضك لمجموعة من الاختبارات، ولكن بنفس الوقت سبحانه وتعالى عادل، جعل معك قرينا من الملائكة المؤمنين ملكا يأمرك بالخير، وجعل معك قرينا من الجن، وطبعا هو كافر يعني من الشياطين، يأمرك بالشر، لأن الشيطان خلق من نار، هو من الجن، إبليس هو من الجن، إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، خرج عن أمر ربه. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. فعلا بئس لك أيها الملحد أن تتخذ أولياء من دون الله، أن تتخذ شهواتك إلها من دون الله، بئس للظالمين بدلا، بئس هذا البدل أن تستبدل تعاليم الإسلام الرائعة المليئة بالحب، المليئة بالتسامح، المليئة بالخير، المليئة بالعافية والطمأنينة والسعادة، تستبدلها بتعاليم الشيطان التي تدلك على الشر والمرض والخوف والهلاك. لذلك هذا القرين أول صفة له أنه يوسوس وسوسة خفية. يعني الله تعالى يقول وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. من رحمة الله وعدل الله أنه لم يترك الشيطان يتحكم بك أو يوسوس لك، لا، سخر لك ملكا. لذلك هنا معلومة من القرآن الكريم، معلومة مهمة جدا أخي الحبيب، توضح لنا عدل الله عز وجل. في القرآن الكريم آيات كثيرة تتحدث عن الشياطين، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، تتحدث عن شياطين الإنس والجن، مثلا وإذ فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فآيات تتحدث عن الشياطين، هناك آيات تتحدث عن الملائكة، يعني مثلا الله سبحانه وتعالى يقول شهد الله أنه لا إله إلا هو وأولو العلم، والملائكة وأولو العلم قائمة بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. مثل هذه الآيات أخي الحبيب لو قمنا بعدها في القرآن، لو قمنا بعد هذه الآيات نجد أن الآيات التي ذكرت الملائكة وملك وملكين كل الصيغ 88 مرة، 88 مرة. الشياطين ذكرت أيضا في 88 موضعا، سبحان الله، يعني 88 مرة تكرر الشيطان في القرآن بصيغه المختلفة، و88 مرة تكررت الملائكة بصيغها المختلفة.
توازن أو تساوي، ليقول لك إن الله عادل لا يضل أحدا، جعل لك كل الاحتمالات مفتوحة أمامك. ولكن من ميزات القرآن الكريم أن الله أنزله لنا ليوضح لنا الطريق الصحيح، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. هذا القرين أخي الحبيب، هل دعونا نبدأ بسؤال سؤال ونجيب عنها إن شاء الله باختصار. إذا علمنا أول شيء أن القرين هو من الجن وهو كافر، وطبعا هناك أحاديث نبوية، النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن. قالوا: يا رسول، وإياك يا رسول الله أيضا، يعني أنت أيضا لك قرين من الجن؟ قال: وإياي نعم، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. طبعا شيء طبيعي، يعني هذا رسول الله، هذا النبي الكريم، أكثر من صبر وأكثر من ذكر الله وأكثر من أطاع الله وأكثر من بلغ وأكثر من دعا وأكثر من أفاد البشرية. انظر اليوم ملياري مسلم، لولا هذا النبي الكريم ما هو مصيرهم؟ هو الذي علمهم، هو الذي يعني تعب كثيرا في سبيل أن يوصل لنا تعاليم الإسلام الرائعة. لذلك كل واحد حسب نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هو الحديث الصحيح، وكل به قرينه من الجن. طيب هذا القرين من الجن، ما مهمته وما حدود صلاحياته؟ يعني هل يستطيع أن يضر أو ينفع؟ لا. هل يستطيع أن يتحكم بك؟ لا. أقصى شيء يمكن أن يفعله هو أن يوسوس. طيب كيف نعلم بوساوس هذا القرين؟ بكل بساطة، أي شيء من الإثم يحاك في صدرك، أي شيء يعني أنت يزين لك مثل فعل فاحشة أو نظر إلى امرأة بما حرم الله، أو أكل مال الربا، أو اللهو، أو الاستماع إلى الأغاني واللهو والعبث والمسلسلات والمقاطع الكوميدية هذه، كل هذا اعلم مباشرة أن الشيطان القرين يعني هو الآن يخاطبك. كل واحد منا طبعا عندما يجلس معه موبايل فيفتح، يمكن أن يخرج له منظر لامرأة عارية مثلا، واليوم طبعا الإلحاد العالمي ينشر هذه الفواحش ليضل الناس عن سبيل الله. في اللحظة، انظر أخي الحبيب، هنا الموضوع دقيق جدا، في اللحظة التي تحدثك نفسك وتوسوس إليك نفسك وتقول: والله أنا سأضغط على هذا المقطع، يجب أن تنتبه أن هذا أمر ووسوسة ونزغ من الشيطان. نزغ يعني هذه الوسوسة الخفية. انتبه أن هذا القرين يحاول أن يضلك في هذه اللحظة ليأخذك معه إلى نار جهنم ثم يتخلى عنك يوم القيامة لما قضي الأمر. الشيطان يقول: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، ثم يقول: إني أخاف الله رب العالمين، يعني يتخلى عنك. هذا هو الشيطان، وهذا هو قانون الإلحاد اليوم أخي الحبيب. الإلحاد ماذا يفعل؟ يحرضك على فعل الفاحشة، وعندما تصاب بالإيدز أو تصاب بمرض قاتل أو تصاب بمرض منقول جنسيا يقول لك: أنت عالج نفسك، أنا ليس لي علاقة.
بينما الإسلام من قبل أن تفعل هذا الفعل الإسلام قال ولا تقربوا، لم يقل ولا تزنوا، قال ولا تقربوا الزنا. مجرد الاقتراب يعني الزنا بعيد هناك، قال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. القرآن عالج لك المشكلة قبل وقوعها، بل حتى قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، قطع أسباب الفاحشة وما يتلوها من أمراض ومشاكل من الأساس من الجذور، تماما مثل أن تقطع شجرة من جذورها لا, لا, لا يعود هناك نبات أبدا. فالملحد يزين لك الطريق ويزين لك فعل الشر ثم يتخلى عنك، وهذا هو حال الشيطان. فلذلك في اللحظة التي يعني أنت تشعر بهذه الوسوسة عليك أخي الحبيب أن تدرك أن هذا القرين بدأ يعمل، فتتذكر هذه الآية وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. يعني أول إجراء عملي لمحاربة هذا القرين، هذا القرين لا يمكن أن تتخلص منه على فكرة، هو موجود يعني ويرافقك حتى يوم القيامة، ستأتي الآيات ويتبرأ منك يوم القيامة، يقول قال ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. مثل المجرمين اليوم عندما يتفقون على جريمة وعندما يقفون أمام القانون كل واحد يتبرأ من الآخر. هذا هو حال القرين، يوسوس لك وسوسة خفية، وعندما تسقط في الفاحشة يتخلى عنك. طبعا هنا أيها الأحبة، الله سبحانه وتعالى يقول أيضا وقل يا محمد عليه الصلاة والسلام وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. هذا من أسباب مقاومة القرين. القرين يمكن أن يصل إلى مرحلة ييأس منك فيكف أذاه عنك، يعني يحاول على مدى 24 ساعة في الليل والنهار وبكل الطرق، عندما ييأس يكف أذاه عنك. لذلك تجد المؤمن بعد فترة من الصلاة والصيام والقيام والتدبر والثقة بالله والعلم بالله تجد الشيطان يتراجع كثيرا، ييأس. أصلا إبليس سمي إبليس لأنه أبلس يعني يائس من رحمة الله، فإذا هم مبلسون يائسون. لماذا يجب أن نتكلم بالكلام الحسن وقل لعبادي يقول التي هي أحسن؟ قال القرآن إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. إذن هو ينزغ بينك وبين زوجتك، بينك وبين جارك، بينك وبين ابنك أو أبيك، ليوقعكما في الشر. وبالتالي هنا ينبغي أن نحذر، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. فالاستعاذة بالله ضرورية أخي الحبيب، في أي لحظة تدعوك نفسك لأن تتذوق لذة النظر إلى مقطع مثلا أو أغنية أو شيء يلهو عن ذكر الله، تذكر فورا أن هذا القرين بدأ يعمل الآن، مباشرة قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يعني علاج سهل جدا، ولكن نادرا ما نتذكره أو نطبقه. فورا قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هنا أيها الأحبة لابد لنا أن نجيب عن سؤال آخر أيضا،
كيف يجري هذا القرين من ابن آدم مجرى الدم؟ هذا القرين أخي الحبيب مما خلق أصلا؟ خلق من نار. طيب النار فيها إشعاعات غير مرئية، يعني نحن لا نرى مثلا الأشعة فوق البنفسجية، هي تنطلق من النار. طبعا النار فيها طيف ضوئي كبير مثل النار التي تولدها الشمس نتيجة التفاعلات الاندماجية الهيدروجينية، تولد هذه النار. هذه النار فيها طيف كبير من الأشعاعات، معظمه لا نراه، نحن نرى فقط الطيف الضوئي الذي هو 7 ألوان. أما الأشعة تحت الحمراء لا نراها، والأشعة فوق البنفسجية وما فوق لا نراها أيضا. فهذا الشيطان خلق من النار فلا يرى، وهو يخترق جسدنا ويخترق خلايا الدماغ وخلايا القلب ويوسوس. الآن هناك أشعة مثلا مثل أشعة إكس تخترق الجسم، أليس كذلك؟ هذه الصور التي تلتقط لما يوجد بداخل الجسم بأشعة خاصة هي تخترق الجسم. وبالتالي يعني أنا أعطيك تشبيه فقط، هو ليس أشعة طبعا، هو المادة التي خلق منها لا نعلمها، والعلم لم يكشف شيئا حول هذا الموضوع، ولكن نحن نحاول أن نتصور أو نقرب يعني الصورة إلى أذهاننا المحدودة. فهذا الشيطان يدخل في أدمغتنا ويدخل في قلوبنا ويبدأ بالوسوسة. طيب قد يقول قائل كيف يوسوس؟ سأعطيك مثال بسيط أخي الحبيب. الفيروس هو عبارة عن شريط DNA مثلا أو RNA، شريط لا يرى إلا بالمجهر الإلكتروني، حتى المجهر العادي الذي يكبر 10,000 مرة لا ترى فيه هذا الفيروس، يحتاج إلى تكبير كثير جدا. هو بالنتيجة معلومة فقط، يدخل إلى الجسم فيبدأ يعطي معلومات للخلايا، يأمرها أن تصنع نسخ منه، بدلا من أن تصنع بروتينات عادية تصنع فيروسات، فتجد أن الفيروس يتحول إلى مليارات. طب كيف استطاع هذا الفيروس أن يغزو الخلايا ونحن لا نراه بأعيننا؟ نحن لا نرى الفيروس. يدخل ويعطي أوامر للخلايا. طيب هذا الفيروس يدخل إلى 10 أشخاص، مثلا 3 يؤثر فيهم والسبعة لا يستطيع التأثير عليهم. طيب لماذا؟ يقول العلماء حسب مناعة الجسد، حسب النظام المناعي. النظام المناعي يتعرف على هذا الفيروس وبالتالي يعلم أنه فلا يستجيب له، عندما يعطيه أمر لا يستجيب له وبالتالي لا يحدث شيء. طيب القرين يدخل إلى داخلك ويعطيك أمر أن ترتكب الفاحشة، من الذي يستجيب؟ الذي مناعته ضعيفة. كيف يعني مناعته ضعيفة؟ يعني لم يتعلم هذا الشيطان ماذا يفعل، لم يتعلم أساليب الوسوسة، لم يحذر منه. يعني اليوم إذا قيل هناك وباء، هناك فيروس ينتشر، تجد الكل يتخذ إجراءات احترازية ويتخذ وسائل كثيرة ليقي نفسه من شر هذا الفيروس إلى آخره. طيب القرآن يقول لنا إن هذا الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، والنبي يؤكد أنه يجري من ابن آدم مجرى الدم وهو معك حتى تموت. فإذا هنا الفرق. الذي يتدبر القرآن ويعلم من هو الله ويعلم من هو الشيطان ويعلم ضعف الشيطان
إن كيد الشيطان كان ضعيفا، ويعلم أن هذا الشيطان ليس له سلطان على المؤمنين. قال له الله: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، ليس لك عليهم سلطان. إذن ليس لك عليهم سلطة أو سيطرة أو قوة تحكم. إذن القرين هل يتحكم بمصيرنا؟ نعم ولا. الجواب نعم ولا. كيف يعني نعم ولا؟ نعم إذا كانت مناعتك ضعيفة ضده، لا تعلم من هو، ولا تعلم ماذا يدعوك، ولا تعلم ما هو المصير الذي سيأخذك إليه، فإذا هو يتحكم بك ويسيطر عليك ويصعب أن تتخلص منه. طيب إذا كانت مناعتك قوية، ما معنى مناعة قوية؟ اليوم العلماء يقومون بتجارب لكي تكسب مناعة ضد فيروس معين، يتم حقن جسدك بشيء من هذا الفيروس ولكن شيء ضعيف جدا، فالجسم يتعرف عليه تدريجيا، ففي المرة القادمة عندما يغزو الفيروس جسدك الجسم يتعرف عليه ويبطل مفعوله. فأنت عندما تتعرف على القرين وتتعرف أن هذا القرين موجود معك وهو يحاول دائما أن يغويك، أن يضلك، أن يأمرك بالفاحشة، أن يأمرك بقطع الرحم، أكل مال الحرام، كل ما يغضب الله يأمرك به ليأخذك معه إلى جهنم. عندما تدرك هذه المعلومة الآن تبدأ تحذر منه. أنا أريد أن أطيل عليكم أيها الأحبة، الموضوع فيه معلومات كثيرة إن شاء الله سأستكملها في لقاء قادم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حتى يتبين لهم أنه الحق.